عن عمر بن الخطاب: أمرنا رسول الله ذات يوم بالنفقة، فقلت الآن أسبق أبا بكر في النفقة، لم أسبقه قبل اليوم. اسمع معي، أمرنا رسول أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق، إن سبقته يوما نفسي أسبقه في يوم من الأيام فأعمل الخير، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت له مثلها يا رسول الله. وعندئذ جاء الصديق يقول: فأتى الصديق وجاء بماله كله ووضعه في حجر رسول الله، فقال: كم أبقيت يا صديق لأهلك؟ فقال أبو بكر: تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر: والله لا أسابقه بعد اليوم، والله لا أسابقه بعد اليوم. والحديث حسن وهو عند الترمذي، والحديث صحيح إن شاء الله.